عندي فيها تقريبا 12 سنة وما تعلمتها من عند حتى حد، يعني مغروم بها، يعني بما أني عازف نعزف العود ونعزف الكمانجا حبيت نصنع الآلة هذه. بديت بالسياسة معناتها من اللول معناتها عصامي، وبعد بالإنترنت اكتسبت برشا خبرة. آلة العود فيها برشا أنواع، فما العود الشرقي، فما العود العراقي، فما العود متاعنا نحن التونسي، لو فهمتي كل عود يمتاز عنده صفة يمتاز به. العود التونسي يتركب من 4 أوتار فقط، العود الشرقي كان ب5 أوتار صباح توا ولا ب6 أوتار. الأوتار السادس يا أما تحب تضيفه في الجراف يعطيك أكثر قرار، وإلا تضيفه في الجواب يعطيك أكثر جواب. العود الممتاز هو يكون لوحه ممتاز، برشا أنواع لوح، ما فما لي رابل نواي، فما بوادروز، فما باليساندر، فما لكاجو. ثم بالنسبة للقصعة متاع العود، بالنسبة للوجه يختلف، الوجه يكون نوع آخر، الوجه يكون يا ما إبيسيا وإلا سادر، هذه الحاجات الممتازة. بالطبيعة العصافر يكونوا يا بنوز، توش هذه فوق المونش وفوق الوجه ريتها هذه تكون يا بنوز، وإما تكون باليساندر. كل حاجة تقديم تهلك، ما عدا الآلة الموسيقية، قد ما تقديم قد ما اللوح نتاعها يشيح وتعطي صوت أكثر. مثلا تلقى مثلا الكمانجات نتاع ستراديفاري، علاش مثلا قيمتهم عالية برشا؟ خاطر عندهم 300 سنة من 1700. هي في اللول والآخر هي صنعة، صنعة تتعلم، ولكن شكون توا من الشباب اللي يحب يتعلم صنعة؟